جذع هذا مثلا نسميه جذعا، كم يبلغ حتى نسميه جذعا؟ هنا المالكية وكذلك الشافعية قالوا هذا الجذع هو ما أتم سنة. يعني انظر عند المالكية الجذع هو ما أتم سنة، يعني يرجعنا للثني، لكن هم يقولون ما أتم سنة ودخل فيها وإن لم يدخل فيها دخولا بينا، وإن لم يدخل فيها دخولا بينا، حتى يفرقوا بين الظأن والماعز. الماعز يقول ما دخل في السنة دخولا بينا، وأما الظأن فقالوا ما أتم سنة ولم يدخل فيها دخولا بينا، فقالوا هذا هو الجذع. يعني شوف عند المالكية، وإن كان هذا ليس قولا متفقا عليه بين المالكية، حتى المالكية في الجذع ويختلفون. قالوا منهم من قال سنة، وروي عن الإمام مالك أنه قال الجذع ابن 18 سنة، ورواية ابن وهب أنه أقل من أقل 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 من ذلك، أقل من ذلك. ومنهم من قال أنه ابن 6 أشهر، وهذا قول سحنون من المالكية، وهذا القول المعروف عند الحنابلة والحنفية بأن الجذع من الظأن ما له 6 أشهر، يعني أتم 6 أشهر، وهذا هو المشهور عندهم، هذا هو المشهور. أشهر الأقوال في تحديد سن الجذع بأنه ما أتم 6 أشهر، ما أتم 6 أشهر، وهذا كما قلت هو أشهر الأقوال، وهو قول الحنفية والحنابلة، وذهب إليه من المالكية سحنون من المالكية. طبعا ذكر العلماء لماذا خص الجذع من الظأن دون الجذع من غيره، لماذا لم يدخل الجذع من الإبل الذي هو أقل من الثني، لماذا لم يدخل الجذع من البقر الذي هو أقل من الثني، الجذع من الماعز؟ قالوا لخصوصية الجذع من الظأن، عنده خاصية. قالوا الجذع من الظأن إذا نزع على الأنثى فإنها تحمل، والجذع إذا كانت أنثى فإنها تقدر وتحمل، بخلاف الجذع في غيره، ولذلك خص دون غيره، فهم ذكروا هذا في وجه تخصيص الجذع من الظأن دون غيره.